لما الدنيا بتقسى على الإنسان بيضل في ضو صغير، هذا الضو منشوفه هو بصير يقرب، لما بصير واضح تحسي كأنه ملايكة طايرة. أوقات كثيرة ما منصدق أنه هاي الملايكة موجودة، منرفض أنه نصدق، بس هاي الملايكة تعمل شغل رائع بس نحن ما نحكي معها. أنا طلبت من ملايكة أنه يكون عندي عائلة تحميني مش أنا أحميها، فهالملايك إجا بليلي بعت لي إياكي لأنه أنت الإنسانة اللي خليتيني يكون الإنسان اللي أنا بحب كونه بهيد الدنيا. شكرا للملايك اللي هو شبيني، في أحلى من أنه يكون عندك ملايك شبين؟ كل شيء بهالدنيا بيفرقنا، البلد بيفرقنا، اللغة بتفرقنا، الدين بيفرقنا، بس أنا بدي أقلك ما يجمعه الله بالحب لا يمكن أن يفرقه إنسان. بحبك 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 أكثر ما ممكن تتخيل.